الغرب لا يرى إلا إسرائيل، لأن الغرب رأى إسرائيل قبل أن يكون هناك إسرائيل، لأن إسرائيل ممزوجة في المخيلة الغربية الاستعمارية من القرن التاسع عشر، حيث تم تصوير أرض فلسطين على أنها أرض توراتية ترتبط بالتراث الغربي. وبالتالي الغرب فشل في البداية عندما تبنى رواية أنها أرض بلا شعب وأنها أرض لشعب خرج منها قبل 2000 عام. من البداية لم يرى الإنسان الفلسطيني ولم يرى الوجود الفلسطيني ومحاه، وهذا يستمر وبصورة أبشع الآن نعم، يعني بالتأكيد. هذا ما نلاحظه دكتور عصام، هناك شراسة عالية جدا في الكذب والانسياق وراء الأكاذيب الإسرائيلية والانحياز إلى الرواية الإسرائيلية. لماذا برأيك الصورة، يعني الصورة الفلسطينية والسردية الفلسطينية لا تصل بينما الأكاذيب تصدق من قبل الاحتلال ومن يسنده؟ بالتأكيد، يعني هناك أكثر من عامل. طبعا يمكن أهم عامل أنه إسرائيل وحلفائها بالغرب، وخاصة حلفائها، ومش بس حلفائها، العاملين لدعمها من لوبيات ومؤسسات، لاحظوا من فترة أنه المحتوى الفلسطيني اخترق وسائل التواصل الاجتماعي، وقاموا بحملة ونظموا أنفسهم بشكل كبير حتى يحجبوا هذا المحتوى. ليس فقط يحجبوه، إنما يضعون محتوى ملفق بديل متخيل حتى يعني يبعد الإنسانية، يمحي إنسانية الإنسان الفلسطيني ومصداقيته. طبعا هذا جانب. الجانب الآخر إنه وسائل التواصل الاجتماعي نفسها مرتبطة بالمؤسسات الرأسمالية المملوكة لرجال أعمال مرتبطين في السياسات الغربية وبالمصالح الغربية، وهي نفسها تمارس رقابة أبشع من رقابة المخابرات اللي بتقوم بها الدول المختلفة. يعني بإمكانك في الولايات المتحدة أنه تحكي رأيك وبحميك القانون، لكن إذا حكيته على الفيسبوك ولا على تويتر فصاحب الشركة أو الرقيب في داخل الشركة راح يحذف ذلك. وكمان هذول الشركات وضعوا لجان خاصة لمراقبة المحتوى الفلسطيني والعربي عموما، وبالغالب العاملين في هاي اللجان والمناصب جاءوا من التجربة الإسرائيلية، من العاملين في وسائل إعلام إسرائيلية، من المخابرات الإسرائيلية، من المؤيدين والمناصرين الشديدين دعم لإسرائيل في الغرب.